أنا وش عشان أبدأها؟ صراحة ما أدري، بس خليني أبدأ يعني شو يسمونها السرسل. يلا بسم الله تبارك الرحمن. فعلا الواحد أول ما يشوف الصورة هذه يقول لا إله إلا الله تبارك الرحمن. الصورة ذي على كمية التفاصيل اللي به ما أدري شلون تجيب طمأنينة للواحد. طبعا أنا ودي أقول لكم القصة وراء الصورة هذه، لأن الصورة هذه له قصة مرة طويلة معي. تخيلوا يوم من الأيام كنت داخلة واحدة من هالأراشيف اللي موجودة، وقعدت أحوس بالصور، وقعدت يعني أمسك بالصور باليدين، وصور في كثير منها شفتها وصور كثير ما عجبتني أبد، إلى فجأة عيني تطيح على الصورة ذي اللي يعني ما رح أحكي لكم قد إيش مت عليها. أبعلمكم أول شيء جذبني، وصراحة ما رح يعني ألعب عليكم. السيارات صراحة يا جماعة كانت مرة انترستينج بالنسبة لي. صفت السيارات وهي قاعدة كذا على يسار الصورة، ما أدري ليش حسيت إن الصورة وراها سالفة. مسكت الصورة على طول ورحت للرجال اللي يعني كنت أتكلم معه وقلت له هذه أنا أبيها. بدينا أنا وياه ونسولف مدري شو، قام قال لي ترى الصورة هذه جاية معاها نوت. لما قلت له أوكي طيب أنا بشتري الصورة، عطني النوت اللي معها، إلى النوت صغير كذا مكتوب كله بالألماني. لفيت الصورة وإلى ما كذا مكتوبة الملك سعود رحمه الله، أنا بقول رحمه الله، الملك سعود رحمه الله يصلي في المسجد المفتوح بالرياض في العيد. قلت أوه يا الله ذي صورة عيد. طبعا يوم لقيت الصورة ما كانت وقت عيد، يعني كنت بقول لنفسي مبروك أو كل عام وانتي بخير يا غادة أو whatever، بس ما مشت معي. فإذا أنتم شفتوا أو سمعتوا البودكاست هذا أو الحلقة هذه بالذات بيوم العيد، كل عام وانتم بخير إن شاء الله، عايدين من العايدين والفايزين بإذن الله. ونرجع للصورة وتفاصيلها. طبعا الصورة لصلاة العيد وملتقطة عام 1956، والصورة اللي ماخذها واحد هولندي اسمه سام واغنر، وكان بالذات عيد الفطر. فالحمد لله نعرف التفاصيل اللي موجودة، ونعرف انه الملك سعود الله يرحمه كان جاي عشان يصلي صلاة العيد. لحسن الحظ ندري الصورة وين. الصورة يمكن يقال انه بجنوب الثميري عند تقاطع شارع الملك فيصل مع المدينة. الصورة هذه الدلالات الاجتماعية فيها يا جماعة الخير مهولة. أول شيء يدلكم على تضامن أهل الرياض مع بعض، على ترابط أهل الرياض مع بعض، إن الكل طالع عشان يصلي صلاة العيد. وفكرة إنه الملك مع هالأمة محمد اللي قاعدين المصلين دلالة اجتماعية ثانية أيضا على ترابط المجتمع مع الأسرة المالكة. يعني ما راح أحكي لكم أكثر من كذا، أو ودي أحكي لكم أكثر من كذا صراحة، لأن تفاصيل لا الواحد ما يقدر يحصاها لأن فعلا فعلا كثيرة. فخلينا أنا أباخذ لكم إياها واحدة واحدة. طبعا زي ما قلت لكم السيارات مرة جذبة، مع أني ترى أنا ماني راعي سيارات صراحة، بس تحسون بالفخامة بالجنب كذا راصين جنب بعض. أدري أن الصورة أسود وأبيض بس التباين موجود، فندري أن الصور كلها ألوان مختلفة الألوان. فلكم أن تتخيلون، أنا يعني خلينا نتخيل مع بعض، أنا واحد قمت عشان أصلي صلاة العيد، أبو محمد قايل لي ترى بنروح الملك جاي وبنصلي العيد، ترى بنروح بهالزاوية هنا وهنا وهنا. قلت له طيب، وأنا أمشي بهالحارة إلى لا إله إلا الله صفت السيارات كذا كلها جنب بعض، شو هالمنظر. طبعا أشوف السيارات أبلف يمين على أساس أدخل بالمدخل، أمة محمد قدامي اللي قاعدن على الأرض، واللي رايح يسلم على أبو عبد الله ولا أبو عبد الرحمن ولا أبو سلمان ولا أيا كان. يعني أمة أكيد تشوفون هالمبزرة، هالأطفال يركضون يمين يسار، الحريم من ما مواضحات بالصورة بس ندري إنهن وراه. فتشوفون المنظر هذا، يعني أتخيل الصفوف بأعدادها المهولة. الترابط الاجتماعي اللي موجود مهم مرة أننا نشوفه في الصورة هذه. في أشياء بعد ثانية مرة مهمة في الصورة، اللي هي مرة في الخلفية يدلنا على المباني اللي موجودة بالرياض. كون أن الصورة ملتقطة عام 1956 ندري أنه الرياض من الصورة هذه
لسه كان عندها المباني القديمة. يعني التطور اللي صار بالرياض إذن بدأ متى؟ حول نهاية الخمسينات. فالمعلومات هذه كلها مهمة. خلينا نقول التخطيط المعماري أو التغيير المعماري اللي صار في الرياض، يعني الحين حنا نتمشى بالرياض ما نشوف الكثير من المباني هذه، بس كون أني أنا أشوفها في الصورة الآن أنا أدري أنها هي بدت بذيك الوقت. وش بعد اللي أقدر أقول لكم عن الصورة؟ وش اللي ما أقدر أقول لكم عن الصورة؟ طبعاً اللي وده يدور الملك سعود، أنا بالبداية بغيت أخليكم تلعبون مع نفسكم تدورون الصورة تدورون وين الملك. بس لو تشوفون بشكل مرة دقيق الملك سعود قاعد عند المحراب، تقولون لي غادة شلون بسم الله عليك شلون عرفتي أن الملك قاعد عند المحراب؟ ترى مرة سهل، هو الشخص الوحيد اللي لابس عقال مقصب، البقية لابسين عقال عادي إلا الملك لابس العقال المقصب. فاستمتعوا في الصورة زي ما أنا استمتعت فيها، شوفوا تفاصيلها، تأملوا، لأن ما ودي صراحة أطول عليكم بالتفاصيل فيها، لكن خذوا نفس، اقعدوا على كرسي مريح، تقهووا ولا خذوا لك صبوا لكم شاي، عاد أنا أحب ترى مرة شاي بالحبق، فخذوا لكم شاي أمن تفرجوا. طبعا زي دايم شاركوا الصور هذه لعائلتكم أو لأصدقائكم، شوفوا إيش السوالف اللي تطلع عندكم، وش الأشياء اللي بصلاة العيد تحبون تسوونها لما الواحد يروح يصلي مع الجماعة، وش الأشياء اللي تغيرت، وش الأشياء اللي بقت، وش الأشياء اللي ممكن تضاف أو تسترجع من الماضي. فعلمونا، أنيرونا، خلونا ننبسط مع بعض، وبإذن الله لنا سوالف ثانية من جديد.